واخيرا اللحم اللي نباع في مكان واحد. لا لا لا، مش اللحم، اللحوم. نحن في مشروع شبابي مميز اسمه عالم اللحوم. اللحم طازج، ذبح محلي، مجمد، مبرد، غنم، بقر، ابل، مشكات، برجر، بهارات، امور الطلعه، كل شيء اقولكم في مكان واحد. هل السيب وهل المعبيله؟ تعالوا استلموا هالمشروع. شيء مره بسرعه؟ لا اجل لحامي مروح طور. برادات وملحمه عالم اللحوم، اللحوم والدواجن الطازجه ومنتجاتها. وين احنا؟ في المعبيله. شايفين محطه نفط عمان اللي في المعبيله على الشارع العام، وانتم جايين من دوار بيت البركه مباشره. هذه المعبيله، هذه المحطه اللي فيها كنتاكي وفيها ماكدونالدز وفيها معروف المكان. هذا هو عالم اللحوم. تعال استلم ايش اللي موجود. انا مبطل هذا بيش اللحم، مستعير بيش اللحم. شوف الموظفين شغالين يشكوا المشاكيك للطلعات، وهني فريق شغالين يشكوا المشاكيك للطلعات، وهني الفحم والحطب اللي تباه انت مهرجي، وهني يا حبيبي عالم اللحوم. اولا حاجه الشباب الله يعطيهم الصحه والعافيه، كل ما تحتاج له، عسل، خلطات، امور مال الطلعه، بهارات، الفحم، كل حاجه موجود، المكسرات، كل حاجه موجوده في مكان واحد. اتي بعدها يقول لك حتى اللي ما بمقاطعه، هذه ما عندهم، عندهم البديل المقاطعه، اخذ اللي تباه. هذا اللحوم تختار اللي تباه، وعندك هني يا سلام، هني بنتهيد شويه، بنتبخر بالبان وبنخبركم ايش اللي عندهم. اول حاجه جاهز ومبهر، كباب لحم، كباب دجاج، برجر لحم، برجر دجاج، والريش ايش تبى؟ طازج، تبى مثلج، تبى مبرد، ايضا كل حاجه موجوده، والاسعار كذلك موجوده. هني تعال على فريش يا حبيبي، على فريش الستيك، ما ستيك، وتبى بالكيلو، تبى بايش، تبى ذبيحه كامله، كل انواع اللحم. وبالنسبه للحم بوش حتى اللي هو سنام الزبده، السلام، حاطين لك اياه. الدجاج كذلك فرش. وفي حاجه مميزه هني بخبركم عنها، شكاك صلاله الحب ب 100 بيسه. كم حبه واحد؟ حبه 100 بيسه. 100 بيسه؟ ايوه. يا سلام، تبون روبيان، تبون حبار، تبون دجاج، تبون لحم، تبون ابل، شوفوا شوفوا شوفوا، هات 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 هات، اختار كم تبى. الحبه بكم؟ 100 بيسه. سبيل المثال هذا الروبيان الحبه ب 200 بيسه. هني عندكم هذا ايش؟ حبار ب 150 بيسه. هني مشكاك دجاج 100 بيسه. مشكاك بقر 100 بيسه. مشكاك جمل 100 بيسه. ومشكاك خروف استرالي شوي اغلى لانه ب 150 بيسه. ايش اللي تبى؟ متوفر. كم على اللحم، هذا على فكره استرالي لام، هذا اللي عمره اقل من سنه، ما شاء الله اقل من سنه وكذي مستوي، هذا نادر. هذا يمكن تي الحين بعد الاعلان يمكن ما تلقاه لان الكميه عندهم بسيطه، ولكن الاسترالي اللي فوق العام ما شاء الله اللي كل الناس الدوره، ان خضيت الذبيحه كامله يحسبوا لك الكيلو بريالين و800، ولكن ان بغيت مقطع بالكيلو من دون الذبيحه كامله بريالين و900. استرالي وبريالين و900 وريالين و800، السعر مجنون. الحقوا يا جماعه، وهذه الاجازه عليكم هاللحم. اي استفسار عن الملحمه، ايش موجود، ايش متوفر، هذه ارقام التليفونات، بس قول الو. هات اللحم مالك ومتورط، تبى تسوي ذبيحه، تبى الطباخ، مطبخ عالم اللحوم الشعبي. هات ذبيحتك فرش، واسمع قيمه الذبايح كم لما يطبخونها. ما شاء الله تبارك الله، الولايم، الاعراس، حتى الين 10,000 شخص. قول الو، عالم اللحوم، ذبيحتك طازجة وعيشك فرش. هنا هذا مطعمهم أيضا كذلك، خلف المطعم وخلف الملحمة بناكل هني. هذا خروف صومالي طازج، اللحم 10 كيلو تقريبا مع العيش مع الطبخة ب55 ريال. افتح، بسم الله، ما شاء الله تبارك الله، طازج صومالي. شباب اليوم تدلعهم ولا حاضرين تضبيط حاضرين، ودروا كل مطاعم مشاوي وعندك خلاص ترتيب عندي عندك طبعا. اليوم
الشباب الله يعطيهم الصحة والعافية. منورين يا شباب، منورين منورين. طبعا الشباب اليوم متجمعين هذا اللمة الطيبة، والواكد رئيس مجلس الإدارة مجتمع اليوم مجتمع من الموظفين. والله يا أخي مشتاق لك يا ماشي شغل على بوسامبو. زعلان يقول زعلان علي. اتشوف جيت غمزة عين. هلا انتهينا. هلا ابو حمد هلا منور. نبى قبولي. هذا ايش عنده ذي؟ ايش هذا؟ ايش عنده قبولي؟ قبولي ها تشوف بطنه، تشوف من القبولي، تشوف لا بعدي بعدك بعدي. شيء جديد في الوجبات عندكم؟ تعال هناك خاطري في البغيل. أنا فخرا من الأسود من يقوم بعملية الصيد، لكن في حادثة غير عادية تمكنت زرافة من النجاة من هجوم شنه فخر الأسود على